بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في موقع مشروع سد حمرين، نقوم بإمرار الموجات الفيضانية للعام الفيضاني 2018-2019. الحقيقة في هذا العام كانت الإيرادات المائية مبكرة، ونقوم بالتنسيق مع إدارات المشاريع في سد دربندخان وإدارة الموارد المائية. الحقيقة الآن احنا منسوبنا وصل منسوب 105 متر عن سطح البحر، وهذا المنسوب يتحقق ثاني مرة بعد الفيضان عام 1988. مجموع الإيرادات اللي توصلنا من في حوض حمرين تمثل ما مطلق من سد دربندخان وكذلك سد الوند والوديان الأخرى أيمن وأيسر نهر ديالة. نقوم بتمرير هذه الموجات الفيضانية بسلاسة وبالتوازي مع قيام الفنيين والمهندسين بإجراء الصيانات الدورية واليومية المستمرة للسد والمنشآت التابعة له. حقيقة نطمن الناس والمواطنين بأن السد بحالة جيدة والوضع مسيطر عليه، وهذه الموجات تمر عبر سد ديالة الثابت، ويقوم سد ديالة بتوزيع هذه الموجات المائية باتجاه عمود نهر ديالة وفي الجداول، حيث الإطلاق بحدود 850 متر مكعب بالثانية. وضعية ديالة لم تسجل أي أضرار، والوضع كما قلت سابقا أنه الوضع مسيطر والموجات الفيضانية تمر بكل سلاسة وبدون أضرار. رئيس مهندسين أقدم توفيق جاسم محمد، مدير مشروع سد حمرين.